السلام عليكم، انا مصطفى حسين مهندس من شركة الدزنوين. اليوم جايين ونحكي على الجهاز الجي بي اس ابو الشاشة الامريكي مال شركة الدزنوين وان مواصفات مالته. قطعات الجي بي اس ابو الشاشة، واحد محطة مالته يروح فوق السباية فوق البيت لو اي مكان تردين. اثنين واير واريال مال جي بي اس البيضة يروح فوق الترنبول لو فوق السباية. ثلاثة اريال كبيرة مال راديو يروح فوق الكهرباء وبعد ثاني فوق السباية مالته. أربعة ريمون مالته ألموت تستخدم بالراحة. والنظام الأصلي جهاز الأبو الشاشة يروح بالكهرباء ومواصفات مالته هسه أقل لكم. مواصفات مال جهاز ابو الشاشة يروح بالكهرباء والبرنامج مالته اندرويد، شاشة كلش كبيرة 10 انش ووضوح عالية. تقدر تستخدم هذا الجهاز بالعشرين كيلو بالقطر، يعني تقدر تخليه بالبيت هذا المحطة مالتك وتبعد منها 10 كيلو من قدام و 10 كيلو من ورا. هذا الجهاز كامله يعني انتجريتد وبدون احتاج من قطعه الثاني لو باكس الثاني على مود تشد الوايرات لو سوكيتات مالته، كلهن تخليه ون ورا مالته وتستخدمها. يشتغل من ناقص 20 الى زائد 60 درجه الحراره. مقاومة للنفوذ التراب والماء IP67. تقدر تخلي كاميرا خارجية عالية على مود تشوف عمليات تسليح الأراضي. تقدر تستخدم 3 لسانات فارسية عربية والإنجليزية. إمكان الاستفادة بدون الرسم الخرائط ويا الرسم الخرائط. بيانات القوي والخزن مال تسليح الأراضي والرسم الخرائط 128 جيجا، وعد برنامج على مود تسليح الأراضي رسم الخرائط مضبوط كل 100%. برنامج الخاص الرسم الخارط الأرض مع دقة العالية. واحد إمكانية الحساب الميلان الأفضل، هنا ينطيك ميلان الأفضل من طول ومن أرض. أرض ثلاثي الأبعاد للأرض والحاسبة مع المكانية الأرض اتجاه الصير، يعني هنا تشوف القاع 3 بعدات. إجراء ميلان المطلوب الفلاح التسليح الأرض، يعني ينطيك أحلى الميلان على مود تسليح الأراضي. أقل الحجم من التراب النقل بالأرض. وأنت تشوف بالشاشة وزعية الأرض حالياً قبل وبعد تسطيح بصورة الأتياف الملونة من لون الأحمر، يعني يشيل التراب، من نقاط الخضراء يعني كلش عدلة، ومن نقاط النيلي يعني
الجهاز يتيح التراب عليهم. النقاط الحمراء نقاط العالية، والنقاط الناصي نقاط النيلي. جهاز الجي بي اس ابو الشاشة بي سنتين زمان، واحنا نفرح نشتغل وياكم. ان شاء الله نشوفكم، هلا وبيكم.